حياكم الله. قائد في ميليشيا حزب الله يقول إنهم يعدون للمنازلة الكبرى في القلمون. الميليشيا الشيعية التي تحصي قتلاها كمتتالية حسابية تتضخم تهرب من كارثتها عبر مخرج الطوارئ الذي ابتدعه زعيمها نصر الله عندما قال إن الحرب معارك وليست معركة واحدة بحسب نهجه. لكن الميليشيا اعترفت أنها تعتمد على قوات النخبة في القلمون، بينما الأنباء تؤكد أن ميليشيات فلسطينية من المخيمات اللبنانية تقاتل في المعركة لصالح نصر الله. هل التقت المصالح على الأراضي السورية فيما يشهد التاريخ على علاقة دموية تربط هذه الميليشيات بأحداث نهر البارد وعين الحلوة؟ في ملفنا الثاني، فرناز، انتفاضة الأكراد في إيران على مشترك طرق. بشمرقة تحرس الانتفاضة السلمية التي ربما تذهب باتجاه حراك مسلح، لكن من يكيد بالانتفاضة السلمية ليسوا الفرس وحدهم، بل هم أيضا أبناء جلدة فرناز محور أوجلان السليمانية. كيف ينظر الأب الكردي مسعود برزاني إلى هذه الكمائن التي تحيط بالانتفاضة؟ كيف سيوازن بينها وبين علاقاته مع إيران التي تغلغلت داخل إقليم كردستان العراق؟ في تفاصيل هذا الحلقات. أهلا بكم. أعلن تجمع واعتصموا بحبل الله العامل في منطقة القلمون عن مقتل 18 عنصرا لميليشيا حسن نصر الله الشيعية وأسر آخرين في كمين استهدف رتلا حاول التقدم من جهة جرود نحلة على الحدود اللبنانية. وتورد أنباء مشاركة ميليشيات عدة في القلمون لجانب حزب الله، حركة أمل الشيعية، وميليشيات فلسطينية تسمى قوات الجليل وغيرهم. نتابع. حرب القلمون بدأت تتجزأ لمعارك أو لمنازلات، فقائد عسكري في ميليشيا حزب الله يقول لصحيفة النهار اللبنانية إنهم يعدون للمنازلة الكبرى في القلمون، وتصريحه يتوافق مع مبدأ خسارة معركة لا تعني خسارة الحرب. هذا مخرج الطوارئ الكبير الذي هرب منه زعيم ميليشيا الحزب حسن نصر الله في خطابه الأخير أمام الصفعات المتلاحقة التي كان يتلقاها بشكل نظري على الهواء مباشرة، بينما كان ثوار القلمون يحصون له قتله على شكل متوالية حسابية تتضخم ساعة بعد ساعة. القائد العسكري ذاته صرح للنهار، أو يمكن القول إنه اعترف بأن من يقاتل في القلمون هم قوات النخبة لدى الميليشيا، في مؤشر واضح لما تبذله لتحقيق انتصار في القلمون، على الرغم من أن تحليلات عسكرية كثيرة تجمع أن المعركة ليست بالأهمية الجغرافية، ولو تم تحصيل مكاسب فالخطوط الحمراء للمتصارعين واضحة ولا يمكن كسرها إلا برغبة دولية. لكن لماذا يبذل حزب الله ما يبذل في المعركة، خصوصا أن حاضنته متذمرة كثيرا؟ والملاحظ أن النظام لم يقدم له دعما كافيا في القلمون، ربما فقط بتغطية جوية، وهو أصلا أسلوب النظام في القلمون منذ مدة. لذا كان على ميليشيا نصر الله توسيع الخيارات باستقطاب عناصر من الداخل اللبناني، كما ثبت بالصور مشاركة ميليشيا حركة أمل الشيعية، وأخيرا ميليشيات فلسطينية من داخل المخيمات اللبنانية تسمي نفسها قوات الجليل. هذا على الرغم من أن هذه الميليشيات لها تاريخ دموي حافل بالصراعات بينها وبين الميليشيات الشيعية داخل مخيمات نهر البارد وعين الحلوة، لكن تلتقي المصالح في القلمون ضد الثوار وعلى الأراضي السورية. أناقش هذا الملف مع ضيوفي، الباحث والمحلل السياسي من بيروت الأستاذ خليل شقير. أهلا بك أستاذ خليل. وكذلك من بيروت سيادة العميد ناجي ملاعب، رئيس تحرير أسبوعية الأمن والدفاع العربي والخبير العسكري والاستراتيجي، ضيفي من هناك كذلك. أهلا بكما. واسمحوا لي أن نتحدث سيادة العميد في البداية عن قراءتك لوجود الميليشيات الفلسطينية الجديدة تسمى قوات الجليل.
مساء الخير لك ولضيفك. عمليا هؤلاء الفلسطينيون مغلوب على امرهم، هم من تركة النظام السوري اثناء وجوده في لبنان في الفترة السابقة، هم من كانوا نواة فتح الاسلام، هم بقايا الصاعقة، هم بقايا الجبهة الشعبية، القيادة العامة، هم من يحتفظ فيهم النظام وحزب الله في الناعمة قرب مطار بيروت، هم من يهدد الأمن داخل المخيمات آمنة. والتنسيق مع الجيش اللبناني كان جيدا في الفترة الأخيرة بقيادة أمنية جيدة في المخيم. هؤلاء فقط يتاجر فيهم النظام ويجيرهم ساعة يشاء. لا، أنا لا أرى أن هناك التقاء في القلمون السوري بين حزب الله وهؤلاء وكان خلاف سابقا، لا، هودي من ورثة النظام السوري في لبنان ويستخدمهم مرة مع حزب الله ومرة مع فتح الإسلام ومرة مع آخرين. نعم. طيب أستاذ خليل شقير، الخسائر كيف تقرأ سياسيا لصالح حزب الله؟ الصوت بس واطي لو سمحت. طيب سمعت السؤال أم أعيده؟ لا، لو تعيده لو سمحت. طيب الآن حزب الله يعاني من خسائر، كيف تنعكس عليه سياسيا؟ مما لا شك خسائر حزب الله منا مرتبطة بالتطورات اللي عم تشهدها منطقة القلمون. خسائر حزب الله تعود إلى الأعوام يعني الأولى من انطلاق الثورة بسوريا، ولكن نحن بنذكر تقريبا منذ عامين أطل السيد حسن نصر الله وأعلن بشكل واضح وحاسم عن مشاركة حزب الله بالقتال إلى جانب النظام السوري. السبب الأول كان للدفاع عن بعض المراكد والأمكنة الدينية اللي هي مرتبطة عقائديا بالمذهب الشيعي، ومن ثم تحول الأمر لربط بقاء النظام في سوريا بالبعد الأمني والعقائدي والسياسي والعسكري لحزب الله. طيب هناك خسائر على المستوى البشر، ولكن الخسارة الأكبر هي الخسارة المعنوية التي أصابت حزب الله بتحويله من مقاومة كانت لديها إجماع جميع أطراف اللبنانيين وحتى عند إخواننا العرب إلى تحويله إلى ميليشيا ومجموعة مقاتلين يقفون إلى جانب نظام يتهاوى، نظام فقد الشرعية، نظام مجرم أصبح يعني بآخر مراحل حياته. طيب اسمحوا لي نذهب إلى محمد الأكرمين وهو ناشط إعلامي من القلمون ليطلعنا على آخر التطورات العسكرية من هناك. تفضل محمد، مساء الخير. مساء النور، يعطيك العافية أستاذ. الله يعافيك، تفضل. بداية أشهد على أيدي ضيوفك فيما يتخبط حزب الله العسكري وخسائره في القلمون، فهو على عكس ما يطبل ويذمر. هل تسمعني؟ نعم أسمعك، تفضل. فهو على عكس ما يطبل ويزمر في إعلامه وقنواته على السيطرة. نحن في القلمون استراتيجيتنا أصبحت واضحة ومعروفة في معارك الكار والفر، وهدفنا الأول في هذه المعركة هو استنزاف هذا العدو الغاشم العابر للحلول. نعم. فيما يخص آخر التطورات أخي، فإن المعارك ما زالت مستمرة في قمة موسى في رأس جرد رأس المعرة. نعم. والآن يريدنا الخبر مقتل 25 من عناصر حزب الله، ولكن ننتظر جيش الفتح وتجمع واعتصموا بأن يعلنوا عنه. نعم. طيب كيف تم 25 قتيل من عناصر حزب الله؟ هل وردت الأنباء كيف تم قتلهم؟ ال 25 قتيلهم ليسوا دفعة واحدة طبعا، نحن لا نضخم، نحن لا نضخم طبعا هنا. نعم. طيب ال 25 قتيلهم، ال 25 قتيلهم منذ ساعات الفجر الأولى تجري المعارك وهي مستمرة تقريبا في محور جرد المعرة. طيب شكرا لك محمد. فأنا أتكلم عن نتاج اليوم في الصباح الباكر كانوا قرابة العشر عناصر. نعم فهمت عليك محمد الأكرمين، شكرا لك. ناشط إعلامي ضيفي من القلمون مباشرة لسيادة العميد ناجي ملاعب. سيادة العميد، يعني تحدثنا منذ أيام بأنه
هناك خطة استراتيجية لم يكن يتوقعها حزب الله، قام بها الثوار وكانت ردة فعل قوية على الحزب. نقطة ثانية تحدثنا بأنه عدم الاستخفاف بعناصر حزب الله، لكن هناك الآن من يقول يجب الاستخفاف بهذه العناصر، القيادات الأغلب تم قتلها، الآن الحديث عن انضمام حركة أمل، لكن هناك من يقول بأنه انضمامها يأتي فقط لحماية القرى 15 الشيعية على الحدود، وأيضا يذهب ليأتي بالمرتزقة. تفضل. نعم، أنا ما زلت عند رأيي أنه الاستخفاف دائما بأي شخص مقابلك بخصمك هو يفقدك السيطرة على المعركة. يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أن خصمك جاهز وقوي، وبناء لمعلومات لدينا أن هذا الخصم قوي وجاهز، وأن قتاله على جرود تلة موسى، الأعلى تلة، أعلى تلة في المنطقة 2480 متر، يعني هو يهاجم، ما زال يهاجم. صحيح أن عمليات الكر والفر تفقده عناصر وضحايا وقادة، ولكن ما زال يهاجم. وقتال كما تفضلت أن حركة أمل هي للدفاع عن القرى فقط، وليست للدخول في القتال في الداخل، لرفع علمها أنها محشورة في القتال وعليها أن تقاتل إلى جانب الحزب بعد ما بدأت التململ داخل القرى وداخل بيئته الحاضنة. يجب أن يدعم بآخرين، وبالذات بفصيل قوي على الساحة الشيعية مثل حركة أمل، وكذلك بعض القوميين السوريين وبعض البعث. يعني الاستخفاف أنا ضده. المعارك كما جرى منذ الأول باستيعاب الداخلين ومحاصرتهم، والأنباء تقول أن هناك ناس محاصرين من حزب الله في بعض الأماكن، لذلك المعارك كر وفر ولن تنتهي نتائجها بشكل سريع. طيب أستاذ خليل، يأتي الآن خبر يتحدث بأن هناك تحذيرات من نفس أبناء الطائفة الشيعية تتحدث بمنع الحديث أو منع نشر أي مقتل لأي عنصر أو قيادي من حزب الله، فقط تأتي عن طريق بيانات يسمونها بقيادة المقاومة، وأيضا عدم بث أي فيديوهات سواء كان حققها الحزب أو ضد الحزب. إذن المعنويات منهارة، الحاضنة الشعبية منهارة. كيف سينعكس ذلك على القيادات اللبنانية الأخرى، الأحزاب الأخرى؟ في ملاحظة، جميع في ملاحظة أنه جميع في لبنان يمكن أن يلاحظ مدى الاضطراب والانفعال الذي ظهر على وجه السيد حسن نصر الله بإطلالاته وخطاباته الأخيرة. جزء أساسي من المعركة هو الحرب النفسية، وحرب النفسية هناك تضليل إعلامي، هناك تضليل من خلال البيانات التي تصدر، ولكن آخر النهار ما في حزب الله يخبي الحقائق والوقائع، ما في يمنع رؤية ما يحصل من انهيار ينعكس على الداخل اللبناني من خلال أخذ الطائفة الشيعية رهينة. يعني هول الشباب بالنهاية هم أبناء لبنان وهم لبنانيون وعندهم أهليون، ما بعتقد في أي أهل إن كان والد أو والدة بيقبلوا أنه أولادهم يرجعوا بنعوش بدل ما يكونوا عم بيعيشوا حياة طبيعية ساعين وراء مستقبلهم عم بيتعلموا بالجامعات. ولكن هناك جزء من المعركة هو نفسي، وحتى هذه اللحظة ما بعتقد أنه بدأت المعارك والمواجهات العسكرية بشراسة كما يسوق لها في القلمون. المناوشات كانت موجودة من قبل، هناك عمليات كر وفر، وهي مسألة استنزاف طويلة. حزب الله نعم يجيد من خلال خبرته بعمله كمقاومة ضد العدو الإسرائيلي، يجيد هكذا نوع من العمليات العسكرية يلي هي لا تعتمد على المواجهة الكلاسيكية، بل تعتمد أكثر على حرب الشوارع. ولكن الآن هذه الشوارع ليست شوارع الجنوب اللبناني، هذه الشوارع هي شوارع تعود
للأراضي السورية يلي إلها أهالي وإلها أبناء، ومستعدين إنه يبذلوا أقصى الأثمان من أجل المحافظة عليها، من أجل صد هجومات حزب الله أو حتى الجيش النظامي لبشار الأسد. طيب أستاذ خليل، يعني في البداية كان يتحدث حزب الله بأنه يذهب إلى سوريا للقتال مع النظام للحفاظ على المزارات ما إلى ذلك من أمور طائفية كان قادر على التجيش فيها. الآن عندما يعلم الجميع بأن هذه الأمور ليس لها وجود في سوريا، الحديث عن وجود نظام الأسد، برأيك هل ستستمر الحاضنة الشعبية بضخ دماء أبنائها لحماية بشار الأسد؟ للأسف حزب الله اختار أن يعادي الشعب السوري بالوقوف إلى جانب النظام ومجموعة قليلة في الحكم. ما بعرف هيدي المسألة قديش استراتيجيا وعقائديا سليمة بالنسبة لحزب الله. حزب الله يربط مصيره ومصير ما حققه من مكتسبات ببقاء النظام في سوريا، وهيدي المسألة يلي هي سيكون لديها انعكاس على الساحة اللبنانية بشكل عام، كون حزب الله بآخر النهار هو جزء ومكون من تكوينات الشعب اللبناني. نعم. طيب سيادة العميد، الآن تحدثنا بأنه الميليشيات الفلسطينية تحدثنا عنها هي موالية للنظام، تحدثنا عن حركة أمل تريد هي حماية القرى الشيعية، حدثنا عن حزب البعث في لبنان والحزب السوري القومي الاشتراكي أعتذر الاجتماعي. طيب الآن عون لديه هناك ميشيل عون لديه ميليشيات مسيحية، عناصر موالية درزية لوئام وهاب وناصر قنديل، لماذا هذا التورط اللبناني؟ وئام وهاب ليس لديه أي مقاتل على الجبهة. وئام وهاب استقبل من قبل النظام ومخابراته في السويداء استعمل حتى في السويداء لتقسيم السويداء والقول أن السويداء تساند النظام وأن لديها، يعني كل هذا القتال نعى وئام وهاب منذ حوالي 6 أشهر شخصين من التابعية اللبنانية في القتال داخل سوريا، هؤلاء الوحيدين الذين نعاهم. ميشيل عون ليس لديه أي مقاتل وليس لديه ميليشيا، وميشيل عون كان قائد سابق للجيش اللبناني، ولكن هوس السلطة التي يؤمنه له حزب الله والدعم المادي لتلفزيونه ولحركته السياسية يعني معروف، يعني الجهة اللي عم تموله، مشان هيك لا بيظلوا مع هذا الدعم تيظل محافظ على وجوده لعل أن يصبح يوما ما يعني رئيس للجمهورية، هذا ما طيب يراهن عليه. طيب أتحدث عن نعم سيادة العميد، أتحدث نعم أريد أن تفضل نعم. تفضل أعتذر تفضل. أريد أن أدخل بمداخلة بسيطة وأؤيد الأستاذ خليل بما يقوله، ولكن حزب الله لم يختار النظام السوري بملء إرادته. حزب الله في المعركة الأخيرة التي نراها اليوم هي استجابة لطلب وزير دفاع النظام السوري برحلته إلى إيران، وعندما طلب مزيد من التدخل الإيراني والدعم الإيراني، لأنه منذ حوالي أوائل هذا العام حتى اليوم لم يستطع النظام بقواه الذاتية استعادة أي أرض فقدها سواء بإدلب أو ببصرة إسكشام أو بالقرى المحيطة فيها أو انهياراته داخل حلب أو في ريف اللاذقية. نعم. وريف حماة وريف حمص. لذلك فإن حزب الله ينفذ أجندة إقليمية لصالح إيران، وهو يسميها محور مقاومة وخط مقاومة علنا. نعم. طيب أستاذ خليل، السؤال لك الآن. طيب الآن الجيش اللبناني هل سيحافظ على ما هو عليه الآن؟ فقط سينتشر على الحدود؟ لن يستطيع حزب الله زجه إلى داخل المعركة؟ سيدي الكريم، هون نحن يجب أن نطرح سؤال أساسي. لماذا المعركة الآن؟ بعد 5 أشهر بطل في عنصر الخطر الأمني الجدي على الأراضي اللبنانية. الجيش اللبناني والقوى العسكرية والقوى الأمنية قامت بجهود حثيثة للدفاع عن أرض لبنان، وبنفس الوقت
استطاعوا أن يحدوا من تحركات القوى الثورية والعسكرية والتكفيرية الموجودة بمنطقة الألمون. دور الجيش اللبناني هو الدفاع عن الأراضي اللبنانية، دور الجيش اللبناني هو الدفاع عن السيادة اللبنانية. مسألة قتال حزب الله في سوريا هي مسألة لم تأخذ حتى هذه اللحظة ولن تأخذ أي إجماع وطني من كل القوى السياسية الموجودة. والحكومة الحالية في لبنان هي مؤلفة من عدة قوى سياسية من الفريقين من 8 ومن 14 آذار. نعم. قرار دخول الجيش اللبناني بأي مواجهة مع هؤلاء العسكريين خارج الأراضي اللبنانية هو قرار سياسي بامتياز، لن يكون هناك أي إجماع عليه، وأنا بعتقد أنه قيادة الجيش عندها من الحكمة لكي لا تقحم هذه المؤسسة الوطنية بخطر ممكن يهدد انقسامها. نعم، شكرا لك أستاذ خليل شقير الباحث ومحلل السياسي الضيف من بيروت. من بيروت كل الشكر أستاذ ناجي بل سيادة العميد ناجي ملعب رئيس تحرير أسبوعية الأمن والدفاع العربي ضيفايا من بيروت. نذهب إلى فاصل قصير.